أقيمت بقرية درب الأربعين بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد على مدار يومين قافلة طبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي على المواطنين بإجمالي 450 حالة، وتم صرف العلاج لهم بالمجان من صيدلية القافلة التي ضمت أطباء استشاريين في مختلف التخصصات الطبية. القافلة العلاجية بتنهي أعمالها في قرى الأربعين. طبعا قرى الأربعين دي من الأماكن البعيدة جدا، تتبع مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، والحمد لله تم الكشف على حوالي من 400 ل 450 مواطن، ودول تم تقديم الخدمات الطبية سواء من كشف أو فحوصات أو أدوية بصورة مجانية، وتم تحديد بعض العمليات الجراحية وتم تحويلها لأقرب مستشفى ممكن تقدم خدمة الجراحية للسادة المواطنين.